طيب نكمل مع بعض. احنا كنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت بديهيات والبيرسونال براندنج ولينك، وبعدين بدأنا في لينكد ان حاجة بسيطة، واتكلمنا على قصص تخص لينكد ان وأهميته وازاي الدنيا بتاعته بتفيدنا في الكارير بتاعنا. طيب حابب أسألكم بقى، يعني اللي فاكر البيرسونال براندنج كنا قلنا ان هو في ثلاثة بيحتاجوه، وكنا قلنا في حد ثالث لازم يحتاجه، فحابب استرجع معاكم كده وتقولوا لي كان ايه اهميه البيرسونال براندنج لينا ككارير او كحد ممكن تفتحوا، لو حد حابب يفتح المايك ويتكلم على طول بدل من ان هو يكتب مفيش مشكله. مين حابب يشاركنا ويتكلم على الجزئية اللي اتكلمنا فيها بتاعة الـ personal branding؟ ايه اللي استفادوا منها في المحاضرة اللي فاتت؟ طيب انتوا كلكم كل الموجودين حضروا معايا المحاضرة اللي فاتت ولا في حد ما حضرهاش؟ طيب اللي ما حضرش من المحاضرة اللي فاتت ممكن يقول بداية ما حضر، أول ما حضر كده كان حاضر من وقت إيه؟ ما كنا بنتكلم في إيه؟ هل من وقت القصص الستوريز أو الكيس ستاديز اللي كنا بنتكلم عليها الخاصة بلينكدين والاستفادة منه، ولا البيرسونال براندنج، ولا الأكسيومز أو ال انا ما حضرتش حاجه خالص، يعني انا اول مره احضر. آه طب خير. طيب اللي ما حضرش، طيب
اللي ما حضرش معانا، شفتوا البرزنتيشن لما نزلته على على الجروب الواتساب؟ لا بصراحة ما شفتش حاجة، لأن أنا يعني فترة فاتت كان والدي بيعمل عملية استئصال ورم خبيث، فكنت مشغولة جدا معاه بصراحة. سلم الله عافاك. طيب هو طيب في ناس حضرت جزء من الحكايه من كده، غاده حضرت تقريبا معانا من الاول، سمعت البيرسونال براندنج اهميته. طب انا هسترجع سريعا، يعني طبعا مش هينفع اقول كل المحاضره اللي فاتت، بس هسترجع سريعا حاجات بسيطه كده. يعني مش هنتكلم طبعا عن جزء البديهيات، ممكن مجرد ما تمشوا فيه كده في البرزنتيشن هتقدروا تفهموا كان المقصد منه ايه، ولو في حد حابب يسال في حاجه متواجدين مع بعض على طول او في اي محاضرات جايه، يعني ان شاء الله مفيش مشكله. واي استفسارات عايزينها في اي وقت ممكن تبعتوها على الجروب وانا اساعدكم بيها ان شاء الله. في الجزء الخاص بتاع البيرسونال براندنج، فكنا بنقول ان اللي بيحتاجه نوعين من الناس، يا اما حد مشهور عايز يتحكم في الصوره الذهنيه اللي بتاخد عنه، يا اما حد عايز يعمل صوره ذهنيه عنه في مجال معين او في حاجه معينه عشان تتاخد عنه عشان يبقى مشهور. الحد الثالث اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو اي حد فينا اصلا، لان طبيعه الحال ان كلنا عندنا بيرسونال براندنج من غير ما نعرف، من غير ما ندرى، من غير ما احنا نكون متحكمين فيه، من غير ما يكون عندنا الوعي الكافي ان احنا نقدر نظبط حاجه زي كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بكل بساطه كل حد في شلته حتى الصغيره بيكون معروف عنه ان ده العبقرينو بتاع الشله، ده الحد بتاع قصص وروايات، ده الحد بتاع رساله، ده الحد مثلا بتاع كذا، ده الحد. فبيبقى معروف في العيله، في الاصدقاء، في الحاجات دي كلها بيبقى معروف عنك حاجات بتميزك عن غيرك، هي دي البراند بتاعك، سواء انت عاملها عن وعي او عن غير وعي، كده كده اوريدي هي متاخده عنك ومعموله عنك. فالفكره بقى بتاعت البيرسونال براندنج ان انت اللي تتحكم انت في الصوره الذهنيه دي عشان تخدم اهدافك في الكارير بتاعك او في حياتك الشخصيه حتى، عشان تقدر توجهها في الاتجاه الصح اللي انت عايزه، مش تبقى حاجه بدون وعي كده متاخده عنك وخلاص. ده بتحصل عن طريق ايه؟ عن طريق اجراءات انت اللي بتعملها في كل حاجه بتعملها في حياتك او في الكارير بتاعك او في الصوره اللي انت بتصدرها للناس، مجموعه من الاجراءات الدايمه والمستمره بشكل كامل، ما بتبقاش حاجه واحده. دي بتبتدي ان انت تعمل خطه عن طريق ان انت تسال نفسك شويه اسئله عشان على اساسها تقدر تطلع بالبلان او بالفيجن او بالطريقه اللي هتمشي عليها، وبعدين تبدا ازاي تعرف تنفذها وتشتغل عليها فعلا عشان تقدر تنفذها. قلنا بعد كده قلنا اللينكد ان، وقلنا شويه قصص فيه واستفادات عظيمه، يعني انا شخصيا استفدت منها جامد، وده السبب اصلا انا بتكلم على موضوع لينكد ان، ان بسبب ايفنت وكنت حضر كنت انا اتكلمت فيه يعني من 2014 كان اسمه وجود، اللي كان السبب في ان انا ابتديت اتكلم عن كده، لان مش متخصص في المجال ده، انا بشتغل كنت بشتغل ويب ديزاينر وبعدين ديجيتال برودكت ديزاينر و ليا شويه انشطه في حاجات تانية كده. فبس لينكد ان فادني في اتجاهات كتير جدا، والقصص قعدنا نحكي عنها كتير. ممكن نعدي كده سريعا على البرزنتيشن. كل الحاجات دي خاصة بالأكسيمز أو البديهيات اللي لازم كل حد يكون عارفها عشان يكون بروفيشنال. قلنا طبعا أهم حاجة هي الاستفادة اللي أنت تطلع بيها من استخدامك عامة بشكل عام للإنترنت والكلام ده كله، وإن في إحصائية اسباب يعني احصائيه كانت معموله في 2015، اكيد دلوقتي الوضع بتاعها بقى اكبر، ان المصريين بيستخدموا السوشيال ميديا او تحديدا فيسبوك اكتر من 5 ساعات في اليوم. فلو في ال5 ساعات دول قصيت منهم كده نص ساعه بس تقدر تستخدم فيها حاجه تانية تطلع منها بريزلت بكفاءه وفعاليه احسن بكتير زي حاجه زي لينكد ان، هيكون افضل بكتير من مجرد انت تستخدم الانترنت للترفيه فقط لا غير. ف قلنا ليه لينكد ان؟ عشان عليه اكتر من 750 الف مشترك لحد الان، يعني 750 مليون مشترك لحد الان في مجالات مختلفة وحاجات مختلفة. عليه اكبر المدراء بتوع الجامعات الكبيرة جدا في العالم
سواء في اوروبا او في امريكا او في اي مكان زي هارفارد واوكسفورد وكالتك وماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، في كل المجالات، والمدراء بتوع الشركات الكبيره كلها سواء في كافه المجالات برضو. فهو عليه اكتر من 500 شركه ومؤسسه تعليميه كبيره حوالين العالم، كل المدراء والطاقم الكبير، اعلى جهه اداريه موجوده في الجهات دي كلها، في المؤسسات دي كلها، هنلاقيه موجود على لينكد ان. كمان اتكلمنا على ان لينكد ان اعلى بكتير في ليد جنريشن عن تويتر وعن فيسبوك، الخاص بان انت بتعمل كونفرجن او ان انت بتعلي التواصل بتاعك مع الناس عشان تقدر تبيع حاجه او ان انت تقدر توصل للاهداف بتاعتك، سواء انت بتدور على فرصه او تعرض امكانياتك وقدراتك او الحاجات دي كلها. انا يعني بستعرض معاكم سريعا بس اللي احنا كنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، وقلنا المجالات اللي كانت موجوده فيه وحجم كل مجال من المجالات. فاكيد حاجه زي كده زي ما قلنا هو عباره عن سوشيال نتورك زيه زي فيسبوك، بس هو موجود قبل فيسبوك من 2007، بس هو اكتر للكارير والبروفيشنال، الناس البروفيشنال اللي حابه انها تهتم جدا بالكارير بتاعها وبالتواصل البروفيشنال في المجالات المختلفه. طيب، وكنا بقى بعد كده قلنا الناس البروفيشنال بيحتاجوا الانترنت في ايه؟ فقلنا ثلاث حاجات: ان انا ادور على فرصه او الاقي فرصه، اظهر قدرات امكانياتي، واجيب فلوس. وقلنا كام قصه كده على الفلوس وعلى الوظيفه وعلى الانتربرينورشيب او رياده الاعمال وانشاء المشروع بتاعك، وقصص خاصه بالشغل نفسه والسفر وفرص الشغل كلها. طيب، اعتقد بقى كلنا كده خلاص بقى عندنا اكونت، صح؟ كام حد لسه مش عنده اكونت هنا؟ انا عارف ان اغلبكم هيقول عندي بس مش بستخدمه، بس هنظبط الحته دي مع بعض النهارده وفي المحاضرات الجايه كمان ان شاء الله. تمام، انا عندي لينكد ان بس بصراحة يعني مش قادرة أفهم هو إيه الأساس بتاع لينكد إن، يعني مثلا الفيسبوك للتواصل الاجتماعي وممكن للماركتينج بس اللينكد إن أنا أساس ما فهمت قبل كده إن هو أنت بتماركت نفسك عليه وبتعمل تبيع عليه، بس مش فاهمة خطواته إزاي. حتى لما عملت الأكونت مش فاكرة أنا إيه الخطوات اللي عملتها، هل أنا عملت خطأ يعني خطوات صح ولا غلط، هل المفروض كنت أضيف مثلا السي في بتاعي بملف الإنجازات أو كده، مش عارف، فأرجو التصحيح في النقطة دي. فاهم؟ اه فاهم قصدي، ما هي دي الجزئية اللي بنحاول نعملها مع بعض بقى النهاردة ان شاء الله. طيب، هو يعني البداية فيه مش صعبة خالص وسهلة، وزي ما قلنا كده هو زي فيسبوك بس هو بروفيشنال، فانت مش هتلاقي عليه الميمز مثلا، عشان احنا بنخش فيسبوك عشان نتشيك اوت الميمز الأخيرة والترندز اللي الناس بتتكلم عليها، فده مش هنلاقيه اكيد. فيسبوك لو انت عملت اكونت على فيسبوك مثلا وانت مش ضايف فيه عليه اصحابك ومش بتتابع الصفحات اللي انت مهتم بيها ومش بتتابع الحاجات دي، اكيد هيبقى صحرا بالنسبه لك. نفس الفكره بالنسبه للينكد ان، انتوا بادئين عليه لسه ما ظبطتش البروفايل، لسه ما حطيتش فيه المعلومات الصح، لسه ما يعني ما رتبتش انت اهدافك اصلا، انت ايه من الموضوع عليه، وكمان مش بتتابع الحاجات اللي مهتم بيها، فانت لسه الدنيا عايمه، ما فيش حاجه واضحه انت عايز تعمل عليه ايه، فما فيش حاجه تحفزك انت تدخل عليه اصلا. طيب، ممكن نعمل ايه عشان نظبط الدنيا دي؟ هو لينكدين بيمشي معانا اصلا جزء جزء،
بيمشي معانا جزء جزء وبيرتب لنا الدنيا ببساطة جدا. طيب احنا عايزين، انا عايز اكونت حد منكم، حد يتطوع معايا كده يبعت لي اللينك بتاع الاكونت بتاعه، او يقول لي اسم الاكونت بتاعه وهنفتحه مع بعض، وممكن نعمل اسسمنت صغير كده، او ان احنا ازاي نرتب نشوف انه ممكن يتظبط ازاي. تمام يا سارة، خلاص ماشي، ممكن نبتدي بسارة. افتحه على لينكدين. طيب زي ما اتكلمنا كده ان هو بالاساس يعني سوشيال نتورك، فالهدف الرئيسي منها ان انت رقم واحد بتدور على فرصه، رقم اتنين انت بتظهر قدراتك وامكانياتك. فاول حاجه ساره معانا حلو كويس، ما فيش مشكله، بس اول حاجه يا ساره، انت طالبه في لغات وترجمه فوريه قسم لغه انجليزيه، يبقى اكيد البروفايل بتاعك لازم اول حاجه نشوفها فيه ان هو يكون انجليش، ان هو يكون انجليش. ممكن تعملي نسخه عربي، بس الاساس بتاعنا انه يكون له نسخه انجليش بتاعك. في بيبقى عندنا الاسم، الصوره، الكفر، عندنا education في اليمين، عندنا الكونتاكت انفو، طبعا مش هيظهر لي حاجه غير ال تمام، والeducation لسه مش فيه الباقي. طيب محتاجين نظبط في ايه، في البروفايل ده عشان يبقى يظهر اكتر، وفعلا الناس اللي بتدور على حد متخصص في لغه انجليزيه او في ترجمه فوريه للغه الانجليزيه يقدر يطلب بشكل سريع. محتاجين نظبط البروفايل اكتر من كده ومعلومات اكتر من كده، ويكون في كيو ووردز كتير تتعلق بالمجال بتاعك لو انت مركزه عليه هو. يعني طبعا كل حد يقدر يظبط في المجال بتاعه وفي الحاجه اللي هو عايز يقدم فيها فعلا. طيب هروح على بروفايلي ونبتدي نشوف الدنيا ممكن تتظبط هناك ازاي، عشان من عندي انا ممكن نقدر نظبط اكتر. طبعا بينفع عادي زي فيسبوك تبعت فريند وكونكت وكده، هنا انت تبعت كونكت. الكونكشن هنا بيتقسم لثلاث حاجات، يا اما انت والشخص 1 تو 1 يعني انتوا الاثنين في اتصال مباشر مع بعض، يا اما 1 تو 2 يعني في اللي هو سكند كونكشن، يعني ان هو يبقى في الحد ده ما بينك وما بينه شخص، ما بينك وما بينه جامعه، ما بينك وما بينه حاجه زي كده، ما بينك وما بينه جامعه، ما بينك وما بينه شغل، ده بيكون الثيرد كونكشن، فتقدر تشوف الناس بالطريقه دي. طيب خلينا نشوف، ممكن حد يبعت لي الترجمه الفوريه اسمها ايه بالانجلش على طول عشان ابحث عنها. يعني لو تبعتوا لي كده كلمه ترجمه فوريه بالانجلش اسمها ايه، هي تقريبا اسمها انتربريتر او حاجه زي كده، انتربريتنج، ايوه سيميوليشن، تمام انتربريتنج. مثلا هاخد الكلمه دي دلوقتي وابحث في لينكد ان فوق هنا كده على interpreting في السيرش عادي، وهعمل كده عشان نجيب حد متخصص في الانتربريتنج. ايه ده، المفروض يبحث. طيب اروح الهوم عشان ابحث. زي السوشيال نتورك عادي. ادي مثلا رنا هي الاتش ار عندي في الشركه بتاعتي، فعلى طول بحب اتفاعل معاها في البوست بتاعتها الخاصه بالموتيفيشن. هنا we are doing what we are doing, we are going to keep getting what we are getting. فمثلا نتفاعل عادي يعني في البوستس والحاجات دي. طيب ارجع ندور على interpreting واعمل سيرش، هو مش راضي يدور مش عارف ليه. طيب ادور على ديزاين، ديزاينر،
طب اشمعنى interpreting يعني؟ طيب مثلا اهو انا بدور على ديزاينر، بيبدأ يجيب لي في 227,891 ريزلت. اول حاجة بيجيبها لي الشركات، بعد كده بيجيب لي بيبول الناس، بعد كده اهو زي ما احنا شايفين، بعد كده بيجيب لي وظائف، وظائف معروضة وهكذا. اقدر افلتر انا كل الحاجات دي عن طريق فوق هنا، اجيب بيبول بس، عايز الناس اللي بتشتغل ديزاينر. فبيبدأ يجي لي كده، عندي مصطفى صلاح من بيشتغل ديزاينر في انستا باج، وهو اصلا كان سينيور، ده محتاج، واحنا سكند كونكشن، سكند كده 2 ND. اخش اشوف مثلا البروفايل عنده، مصطفى بيشتغل ديزاينر في انستا باج اهو، في ما بيننا 916 ماتيوال كونكشن وثلاثة جروب. ده الاباوت عنه، هو في الارت سبيشالست، demonstrated history of working education في الeducation، وسكيلد في اليوزر انترفيس ويوزر اكسبيرينس في CSS والبراندنج. هو متخرج من الاهرام كنديان يونيفرستي في الكمبيوتر ساينس، حاطط السي في وحاطط البورتفوليو، وده الاكسبيرينس بتاعته في الشغل بتاعه، وادي الeducation، دي الفولنتير اكسبيرينس، ودي السكيلز اللي عنده، انتراكشن ديزاين، يوزر انترفيس ديزاين وهكذا. في ريكومنديشن من رضوان ومن كريم بيقولوا عليه ريكومنديشن، في اتشيفمنتس، في اووردز او اونرز خدها مرتين، فوندز 8 لانش، وخد في فيرست بليس ايماجين كاب في 2013 مع مايكروسوفت. بيعرف انجليزي وعربي، اورجانيزيشن تابع ليها فيجن ستودنت اورجانيزيشن، هناك ميديا اي تي تيم ليد، وفي بروجكت دخل فيه اللي هو ام ماجين كاب ادفنتشر، اللي هو اكيد زي الاونر اللي كان كاتبه اللي هو في ماجين كاب سيتيزن كومبيتيشن، حطه برضو في البروجكت. ودي الانترستس او الصفحات اللي هو بيتابعها. فانا مهتم ان انا اتواصل مع مصطفى، فهكتب له نوت كده، مصطفى انتوا شايفين اللي انا بكتبه دلوقتي كده، بعت له، هو بقى بعد كده هيقبل الكونكشن من عنده. بس كده. طيب انا كنت بقول لكم ايه الفيرست كونكشن والسكند كونكشن والثيرد كونكشن. فيرست يعني انت والشخص كونكشن بشكل مباشر. في قاعده كده يعني، في قاعده كده بتقول ان انت واي شخص في العالم، في اي حته في العالم، اكيد ما بينكم شيء مشترك. انت واي شخص في العالم، في اي حته في العالم، في بينكم شيء مشترك يقدر يجمعكم. فبيبقى في سكند، في ثيرد. سكند يعني ما بينك وبين الشخص ده في حد، ثيرد يعني ما بينك وبين الشخص ده يا اما جامعه، شغل معين، حد، مجموعة ناس تانية، كونكشن مع ناس تانية. يعني ما بينك وبين الشخص ده في شخصين تانيين يقدروا يوصلوكوا ببعض. فبتقدر ان انت ده طبعا يعني الماي نتورك عادي، زي الفريند ريكويست والناس الريكومنديشن اللي بيطلعوا لك، زي فيسبوك يعني، الموضوع مش صعب خالص. طيب نرجع ندور على interpreting انتربريتر كده بقى، تمام. ندور على انتربريتر ونشوف الناس اللي بيشتغلوا انتربريتر، مترجمين فوريين، ممكن بروفايلهم عامل ازاي. فعندنا احمد اول حد طلع لي، سكند كونكشن، سكند اغلبهم سكند يعني، في ما بيني وما بينهم، ما بيني وما بينهم شايفين الناس دي
دول اللي هم ما بيني وما بين الشخص ده، يعني هم ميتشوال كونكشنز زي فيسبوك يعني. ممكن طبعا افلتر عادي الفلتر هنا واجيب الثيرد كونكشن، مش عايز السكند، عايز الثيرد اللي هو حد بعيد عني خالص مصر يجيب لي السكند، ماشي مش مشكله، خلينا كلير. نروح لاحمد نشوف بروفايل. احمد هو انتربريتر بس كاتب في الكفر بروجرامر، دي حاجه يعني تتوه، مش مظبوطه شويه. هو كمبيوتر ساينس وبيشتغل في كود لابس، ما بيننا 18 ماتشوال كونكشن، في احنا الاثنين درسنا في جامعه عين شمس. الاباوت مفيش، مش حاطط بس اكسبيرينس هنا. طيب انا ممكن نرجع نجيب حد يكون بروفايل مليان اكتر من كده، يعني حطوا نفسكم مكان الناس اللي بتدور على حد، سواء وانتوا اكيد في كل حد في مجاله بيبقى عارف اسماء ناس كبيره ممكن يدور عليها. ممكن نشوف حد، خلينا في اسلام عشان هو اسمه اسلام فارس. طيب ادي اسلام، مش حد كفر طبعا، يعني ان انت تستغل كل حاجه بتبقى حاجه كويسه، ان انت ما تسيبش حاجه في البروفايل، ده بيقوي السترينث بتاع البروفايل بتاعك. احنا عندنا اسلام انتربريتر ترانسليتور، وبيشتغل في مينستري اوف ديفنس لانجويج انستيتيوت، معهد اللغات في وزارة الدفاع، خريج جامعة القاهرة. كاتب شوية عنه، دي حاجة كويسة جدا، وكويس كمان إن هو مقسم السكيلز بتاعته هنا، أو مقسم الحاجات اللي هو بيعملها responsibilities أو الحاجات اللي بيقدر يعملها مقسمها في شكل بوينتس هنا. يعني هو بيقول هو qualified professional translator with strong command over English and Arabic. Read, write, speak, very good learning, experience in translation. وهكذا يعني، ان احنا دي الاباوت ده او السامري ده حلو مش وحش، مع انه ممكن يتظبط اكتر من كده. بعد كده في الاكسبيرينس بتاعته، في الاديوكيشن، في السكيلز، نورسمنت، اكمبلشمنت، الانترست. تمام، اعتقد يا ساره انت تقدر توصلي للشكل ده بسهوله جدا، مش هيبقى صعب. طب ازاي نقدر نوصل للشكل ده؟ نروح على بروفايل انا بقى. طبعا زي ما قلت لكم بينفع تعمل عربي، ادي اهو ده بالعربي وده النسخه الانجليش، بس طبعا لازم النسخه الاساسيه بتاعتك تكون هي النسخه الانجليش. دي سوشيال نتورك، فمش لازم تبقى الصوره فورمال قوي، بس على الاقل قوي تكون صوره بتبين الوش بتاعك بشكل كويس، والكفر يكون بيعبر عنك وعن شغلك وهكذا. الاسم بتاعك طبعا دي حته مش بروفيشنال، بس دي نعملها لاغراض زي البراندنج. يعني حتى لو رحت تويتر هتلاقي نفس العلامه، رحت انستجرام هتلاقي نفس العلامه وهكذا، يعني دي ليها علاقه اكتر بالبراندنج يعني. في عندنا انا عشان ليه اكتيفيتيز مختلفة شوية، فانا التايتل بتاعي ما بيبقاش هو الوظيفة اللي انا فيها، انا كاتب ايه اللي انا بعمله. في ناس بتفضل طريقة تانية خالص، ان هو يكتب ان لو انت انتربريتور وانترانسليتور يعني زي ما انت قلت كده، فممكن تقول اي كان هيلب يو مثلا، اي هيلب مثلا كومبانيز في الدوكيمنت بتاعتها انها بتترانسليت الحاجات دي بتاعتها وهكذا. طبعا في الشغل والجامعة. طيب هو بكل بساطة كل البروفايل بتاعنا ده متقسم سيكشن، فاحنا عندنا لو جينا في اد بروفايل سيكشن هنا هنبص نلاقي ايه السيكشنز بتاعتنا كلها. عندنا أول حاجة الانترو، الانترو دي اللي فيها السمري، بعد كده الاباوت، في عندنا الباك جراوند اللي فيه ورك اكسبيرينس، وفي اديوكيشن، في لايسنس وسيرتيفيكت، في فولنتير اكسبيرينس، في عندنا السكيلز، في عندنا الاكومبلشمنت اللي هي الحاجات اللي انت انجزتها، في عندنا الاديشنال انفورميشن بقى زي الريكومنديشن يعني، في عندنا
السبورت لانجوج او انت تعمل البروفايل بتاعك باكتر من لانجوج تانية يعني. طيب كل حاجه من دي ممكن تظبطها ازاي؟ بكل بساطه لو قسم مش موجود عندك تقدر تروح له وتظبطه. عندنا الاكسبيرينس اهو. خلينا الاول نشوف السمري. السمري بالنسبه لي انا مقسمه اربع اجزاء لو انتم ملاحظين. اول جزء بيختص بايه الفيجن بتاعتي بشكل عام، انا بعمل ايه او ايه الرؤيه بتاعتي في الحاجه اللي انا بعملها، هتلاقوها في الجزئين اول جزئين دول اول فقرتين دول عشان يقدر الواحد يلحظها بعينه بشكل مباشر. بعد كده بقول انا متخصص اكتر فعلا في ايه وايه اللي انا عملته على مدار الكارير بتاعي كله، تمام. بعد كده بقدم حاجه تثبت اللي انا بتكلم عليه ده زي البورتفوليو بتاعي واللينك بتاعه. وبعدين بقول حاجه زياده عني ان انا عملت ايه برضو تاني. وبعدين بوضح الوظائف اللي اشتغلت فيها كلها والاجزاء بتاعتها كلها بالكامل. بعد كده بستخدم الفيتشرد ميديا او الفيتشرد كونتنت اللي موجود هنا تحت ان انا حاطط فيه الفيديوهات اللي بتعبر عني. زي الفيديو ده مثلا. بعد كده الجزء الداشبورد ده بيظهر ليك انت بس، هتلاقوا فيه جزء كده بيقول لك انت اول ستار يعني انت مكمل البروفايل بالكامل ولا لا. طيب لو حابين تسالوا اي سؤال في الاجزاء اللي انا بمر بيها ممكن تسالوا عشان احس ان انتم متابعين معايا بس الدنيا وفاهمين ان احنا ممكن نعمل ايه في البروفايل دلوقتي. فزي ما كنت طيب هي ايمان بتقول الجزء ده اي جزء في البروفايل بينفع يا ايمان ان انت تظبطيه يظهر لمين؟ هل يظهر للكونكشن بس ولا يظهر للبابليك؟ يعني طبعا هنا التحكم مش زي فيسبوك في البرايفسي قوي، بس البرايفسي هنا برضو كويس. يعني مثلا حاجه زي الصوره انتوا كبنات ممكن تظهروها للناس اللي هم بيبقوا كونكشن معاكم بس، واي حد مش كونكشن مش هيظهر له الصوره. بس طبيعي لازم في حاجه زي بروفيشنال نتورك زي لينكدين ما ينفعش ما نحطش صوره، وما ينفعش نحط صوره زي الورد والحاجات دي. يعني على الاقل قوي لو صوره بتبين مش لازم الوش بالكامل، بس على الاقل انت كمان ممكن تحطي حاجه تبينك وفي نفس الوقت انت اللي هتقبلي مين اللي يبقى كونكشن عندك، مش تقبلي اي حد اكيد. فتقدروا انتوا تتحكموا في الجزئيه دي، اي جزء في البروفايل تقدروا تظهروا له الكونكشن بس ما يظهرش كل الناس. فجزء زي الاباوت ده انا طول الوقت بطور فيه وبظبطه، مش بيبقى فاضل على كده يعني، كل شويه والتانيه اشوف ايه الافضل حاجه اللي ممكن اعملها. زي ما قلت لكم كل حد له راي. يعني مثلا حاجه زي الـ التايتل هنا في ناس بتكتبه بشكل مختلف. يعني وليكن مثلا نشوف صديقي مثلا عبد الحميد، ممكن نشوف في الهوم كده اجيب حد اهو حميد، هنا حاطط البوزيشن بتاعه مثلا. ممكن نشوف حد تاني عندنا ياسمين، انا خدت معاها كورس في البابليك سبيكينج وكده، هي بابليك سبيكينج كوتش وكده، فهي برضو كاتبه هنا انها بابليك سبيكينج كوتش، اكزيكتيف سبيتش كوتش، انترناشونال كينوت سبيكر، بتوضح يعني الاجزاء الخاصه بيها.
يعني كل حد بيوضح. انا عايز حد يكون بس مختلف، مش حاطط البوزيشن بس كده بشكل طبيعي. في عندنا مثلا الغالبيه اهو زي ما احنا شايفين، الغالبيه بيحط البوزيشنز بتاعته او الحاجات اللي بيشتغلها. بس انا عايز اوريكم مثلا في حد بيقول ان هو بيهلب الناس مثلا. طبعا زي ما شايفين انا بتابع هارفارد بيزنس سكول، كل الاخبار بتاعتهم كل الحاجات. عبدو سامي من مرجع. طيب عامة زي ما احنا شايفين كل حد بيكون كاتب البروفايل بتاعه. ايوه مثلا اهو عندنا فوربس اهو سيرد كونكشن، عاجبني جدا التايتل بتاعه. فوربس شانون هنا بيقول ايه؟ بيقول I fix most problems with high energy optimism and educated guesses what can I help you with. هنا مش كاتب هو بيشتغل ايه بالظبط، هو هنا كاتب انا هو بيقدم ايه. تمام، هو بيقدم ايه؟ بيfix most of problems with high energy. طب حد بيصلح المشاكل، مشاكل الشركات، فاعتقد ان هو بزنس ديفلوبر مانجر حاجه زي كده. ننزل كده اهو فعلا هو جنرال مانجر وفي بي وبزنس ديفلوبمنت بالظبط، فريلانس رايتر مانجر تيم ليد. فهو هنا من الجزئيه دي انا عرفت هو بيشتغل ايه، مش شرط ابقى يكتب بالظبط هو بيشتغل ايه. هو هنا بيوضح للشركات انا بصلح لكم المشاكل. فدي طريقه ثانيه يعني الناس بتستخدمها عن الطريقه اللي انا كنت مستخدمها عندي، اللي هي انا مستخدم عندي الطريقه في التايتل اني كاتب انا بشتغل ديجيتال برودكت ديزاينر ويب وموبايل يو اكس وي اي اكس وانتراكشن ديزاين ويو اي اللي هو التخصصات بتاعتي تحديدا، وكذلك انا انتربرنور يعني رائد اعمال او بصنع، عملت شركات وانستراكتور وبابليك سبيكر يعني بقدم انستراكتور وبابليك سبيكر. فبوضح انا ايه الحاجات اللي بقدمها، مجرد ما حد يشوف اسمي ويشوف انا بقدم ايه يعرف يتواصل معايا في الحاجات دي. وفعلا بيجي لي فرص كتير بسبب ان حد يدور على انستراكتور، يدور على بابليك سبيكر، يدور على ديزاينر، يدور على انتربرنور عشان يتعاون معاه او حاجات زي كده. الناس بتدور بتبدا توصل. طيب حاجه زي كلمه ديزاينر دي متكرره عندي في البروفايل كم مره؟ لو عملت عليها كده ودورت على كلمه ديزاينر هتلاقوا ديزاينر متكرره عندي في البروفايل اكتر من مره. ده طبعا بيقوي البروفايل بتاعك لان هو ده المجال بتاعي، فانا متكرره في البروفايل كتير. كذلك كلمه زي انستراكتور مثلا، لو دورنا على انستراكتور هنلاقي انستراكتور في اكتر من بوزيشن برضو موجوده وهكذا. كل ما طبعا بشكل حقيقي يعني انت طبعا دي تيبس وتريكس كده بتظبط بيها البروفايل، بس لازم تكون عاملها بشكل ايه حقيقي. انا بحس لينكدين على فكره يعني سلس واسهل بكتير من فيسبوك وما فيهوش التشتيت بتاع فيسبوك. يعني البروفايل بتاعنا هتظبط الحته بتاعت الاباوت وتحط فيها شويه فيتشرد كونتنت بكل بساطه. انت لو عملت اديت للاباوت ده كده اهو بينفع تاديت فيه هنا، وتقدر تعمل ابلود لاي صور او فيديوهات او بي دي اف او وورد او اي نوع من انواع السبورتد فورمات اللي انا هفتحها دي، اللي هي دي كل الفورمات دي هو بيتيحها تمام ان انت تحطها. فبتحطها في فيتشرد كونتنت او حتى لينك خارجي يعني زي بورتفوليو او حاجه زي كده. طبعا ينفع تعمل النسخه بالعربي، يعني تعمل النسخه برده بالعربي، بس انا البروفايل بتاعي الاساسي بتاعي انجلش ومركز على الانجلش اكتر. الاباوت زي ما تقول انا مجزأه جزئين اساسيين، يعني لو قلنا ان هو جزئين او ثلاث اجزاء اساسيه. اول حاجه هي الرؤيه بتاعتي انا بديزاين وببيلد، بقول انا اللي هي زي ما اللي احنا كنا شفناها من شويه ده لو كان كاتبها هنا في فوق هو بيعمل ايه يعني بشكل جمله، انا كاتبها بس كاتبها جوه في الاباوت. انا بديزاين وببيلد ديجيتال برودكت الناس تستمتع انها تستخدمها وبساعد الناس الثانيه انها تتعلم الحاجه دي. انا مركز على اليو اكس والاي ديزاين للويب والموبايل برودكت. كذلك انا باشنت كرييتر او بحب اصنع حاجات وبحاول الافكار لبرودكتس الناس بتحب تستخدمها عشان تسهل حياتهم، وبشتغل كديزاينر بس وبعيش حياتي كانتربرنور بيحاول يضيف قيمه
مخلوطة بالشغف يعني بتاعه. طيب انا I used to be يعني انا اتعودت ان انا كنت ويب ديزاينر لاكثر من 7 سنين بروفيشنال اكسبيرينس في اليوزر انترفيس كرييشن المانجمنت اوف كرييتيف اند اوبريشن بروسيس ستارتنج فروم استابليشنج ديزايننج كودينج ديفلوبينج تيستينج مينتيننج ويب سايت. فبقول انا كنت خلال ال7 سنين الخبره اللي عندي انا كنت بعمل ايه. طب لو حد ما عندوش خبره زيكم لسه ممكن حد يكون لسه بادئ هيكتب في الجزئيه دي هو بيتارجت يتعلم ايه وهو حاليا بيدرس ايه وحاليا بيحاول يطور نفسه في ايه. فيكتب ان هو اتعلم كذا وبيحاول يطور نفسه في كذا وبيحاول يظبط كذا. دي نقطه قويه جدا خاصه ان انت لما يكون عندك بروفايل لسه طازه كده تقدر تظبط فيه زي ما انت عايز ما تبقاش انت overwhelmed بحاجات اتعلمتها قبل كده. يعني دلوقتي حاليا ما عدتش بعمل developing خالص ولا بكتب coding خالص يعني ما عدتش بعمل developing ولا coding في شغلي بس دي خبرة كانت موجودة قبل كده فكتبها بس مش مركز عليها. اللي مركز عليها اكتر هو الديزاين. فنلاقي تحت في specialties انا كاتب الديزاين هو بالمجالات بتاعته هنا اكتر مكتوبة يعني. بعد كده حاطط الايميل والبلوج بتاعي عشان لو حد حابب يتواصل معايا بشكل مباشر. طب لو حد حابب التليفون او كده يقدر بالكونتاكت انفو هنا يفتح كل الكونتاكت انفو بتاعتي اللي هي السوشيال ميديا التانية سواء ويب سايت او التليفون او الايميل او التويتر او وهكذا يعني. تمام. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من ايديت البروفايل يعني الموضوع مش صعب خالص. وكل ما تكمل البيانات اكتر في الاجزاء السكشنز اللي احنا اتكلمنا عليهم دول كل ما انت تبقى مظبط البروفايل بتاعك اكتر ويبقى فعلا جايب اول ستار. لما يجيب اول ستار هتبدا تظهر للناس يعني في 214 حد شافوا البروفايل بتاعي النهارده 68 حد شافوا البوستس بتاعتي البوستس اللي هي في الارتكلز والاكتيفيتي هنا 84 حد شافني في السيرش يعني ظهرت في 84 سيرش حد بحث عني في السيرش على حاجات معينه وظهرت لهم فعلا. تمام. فممكن لو جبت كده الاحصائيات هلاقي طلعت 139 مره من يوم 3/9 لحد 10/9. مين اللي دوروا عليا؟ اللي دوروا عليا من الشركات دي اتكونتك لينك تي اس بي كلابرا جيرمان يونيفرسيتي ان كايرو اليكس بنك يعني اغلبهم اهو شركات تكنولوجي دورت عليا وجامعه جي سي. مين اللي دوروا عليا؟ 7% منهم كان هيومن ريسورس سبيشالست يعني اتش ار 7% سوفت وير ديفلوبر 7% فاوندر 5% سيلز بيرسون ريكروتر 3%. دوروا عليا عن طريق ايه؟ عن طريق ويب ديزاينر تكنيكال رايتر انستراكتور ديزاينر فرونت اند ديفلوبر. عن طريق بس عن طريق كل الاحصائيات البسيطه دي عرفت الناس بتقدر توصل لي ازاي. فكده انا قادر اعرض قدراتي وامكانياتي كويس. طبعا اللي حاضر معايا وسمع القصه بتاعت شغلي في كواليتك وان صاحب الشركه اللي قدمت فيها في 2011 بعد كده اشتغلت فيها تاني في 2013 عن طريق ان هو كان بيتابعني بس على لينكد ان وكان بيشوف كل الاكتيفيتيز بتاعتي فقدر ان هو يكلمني. طبعا برضو الكونكشن لازم يزيدوا عن 500 عشان تقدر توصل اكتر. دي انت تقدر تظبطها ان انت تبقى عندك استراتيجي معينه للكونكشنز بتوعك. يعني انا الاستراتيجي بتاعتي النسبه الاكبر للديزاينرز والناس اللي بتشتغل في المجال بتاعي والسوفت وير ديفلوبمنت والحاجات دي بعد كده بسيب نسبه يعني النسبه الاكبر اللي هي 70% يعني تقريبا 68% 70% كده النسبه الاكبر من الناس اللي بتشتغل في الكارير بتاعي او في المجال بتاعي. بعد كده بسيب 20% للاتش ار والريكروترز والبيزنس ديفلوبمنت والناس اللي هي خاصه بالبيزنس بشكل عام والاتش ار بشكل عام وهكذا. بعد كده بسيب نسبه 10% للاصدقاء والمعارف من كافه المجالات سواء دكتور طبيب يعني انا ماليش علاقه بالطب من اي اتجاه بس بقدر ان هو يكون موجود معايا على لينكدين عشان ده بطبيعه الحال بس ده مش التركيز الرئيسي اللي يكون موجود. انا حابب بس اعرف كده انتم متابعين الدنيا معايا الدنيا ماشيه معاكم تمام؟ هل دلوقتي بدا يوضح شويه البروفايل ممكن يتظبط ازاي او كده؟ حابب اسمع استفساراتكم اكتر والاجزاء اللي انتم حابين تعرفوها جوه البروفايل اللي انتم حابين تضيفوا فيها فعلا عشان لو في حد معانا ممكن نظبط البروفايل بتاعه دلوقتي واحنا قاعدين ونقدر نشوف الدنيا بتتعمل ازاي. يعني انا منتظر. انا حاسس ان الناس ممكن تكونوا نمتوا ولا لسه موجودين معايا.
تمام يعني لحد دلوقتي مستفيدين فعلا من الكلام ان شاء الله. تمام طبعا كل الاجزاء اللي انا بقولها دي انا كنت قبل كده مجهزها بترتيب معين وعشان ما تبقاش معلومات كده كتير ومتنطوره، بس طبعا لينكد ان موقع زي اي موقع بيتطور وبيتغير شكله، فانا مش عايزكم تحفظوا الحاجات بالظبط ماشيه ازاي، انا عايزكم بس تعرفوا كل جزء بنستفاد منه ازاي مش اكتر، وانتوا بقى تظبطوها يعني براحتكم، يعني تقدروا تظبطوا الاجزاء يعني ده حاليا هو اسهل بكتير عن زمان. فحته زي الاكسبيرينس مثلا دي بقت جميل جدا، الحلو فيها مثلا في بوزيشن واحد ينفع او شركه واحده ينفع تحط فيها تو بوزيشن، يعني انا مثلا المجره انشاتها في 2000 يناير 2015 كنت انا الاكسكيوتيف مانجر بتاعها المدير بتاعها لحد نوفمبر 2015 لما دخل معايا شريك يا عمرو، ف من ديسمبر 2015 لحد دلوقتي انا شريك وشريك مالك لكن مش انا المدير بتاع المكان، ف بقى شريكي عمرو حرز هو الكوفاوندر وهو المدير بتاع المكان، فقدرت احط كده. طبعا برضو حاطط الفيتشرد ميديا ودي حاجه مميزه جدا في الاكسبيرينس، هنا انت بتحط الفيتشرد ميديا اللي تبين، يعني ده مثلا كان ايفنت من الايفنتات الكبيره مع دكتور ماجد غنيمه من كليه هندسه جامعه عين شمس، دكتوره سالي ابو الدكتوره سالي متولي هي حاليا ماسكه الجزء بتاع البي ار في ايت وركس وكانت ماسكه وقتها البي ار في مصر الخير، وطبعا باشمهندس وليد كان صاحب شركه اوتو شركه اوتو ميديا وفكهاني واكثر من شركات ومحكم دولي في ستارت اب جريند، وكمان فيعني دي حاجه كده فخور بيها في المجره في الايفنت اللي احنا كنا عاملينه. مثلا كان في لقاء على راديو رساله عن الكووركينج سبيسز فانا حاطه في، طبعا حاجات تانية بس مش عارف ليه ما بقتش بتظهر ممكن ابقى احدثها، يعني ده اول تيم مثلا، اول تيم المفروض يكون الصوره بتاعته هنا بس تقريبا الصور فيها حصل فيها مشكله فمحتاجه انها ايه تتظبط من تاني. تمام ممكن يا اماني تبعتي لينك بروفايلك ونعمل اسسمنت برضو ليه دلوقتي، ده اول مثلا مجله كتبت عني في 2015 ففيتشرد هنا. طبعا تقدر تحطه لو انت لسه لو انت متطوع في مكان ممكن تحط التطوع بتاعك في الجزء بتاع الفولنتير اكسبيرينس، يعني في الفولنتير هنا بس اعتقد يعني انا في الفولنتير اكسبيرينس عندي اهو حاطط فيه ان انا كنت يو اكس ديزاين منتور في انجي بريك، ويب منتور وانستراكتور في كوينتا، امباسدور في رواق، فولنتير في رساله، الكلام ده كله. طبعا الحاجات دي في البدايات كنت حاططها اصلا في الاكسبيرينس هنا عشان احط معاها الفيتشرد ميديا، لان للاسف الفولنتير اكسبيرينس ما بينفعش يتحط معاها فيتشرد ميديا، الاكسبيرينس بس اللي هي الشغل اللي هو فوق هنا هو اللي بينفع يتحط معاها فيتشرد ميديا. ف قدرت ان انا احط بتحط هنا الحاجات، فانا في الجزء بتاع الاكسبيرينس ده انا متبع استراتيجيه حلوه كده اتعلمتها اللي هو المكان اللي انت سبته حاول تحط الاتشيفمنتس مش تحط الريسبونسابيلتيز اللي عندك، يعني مثلا اي تي اس هنا مثلا انا كنت بشتغل فيها ديجيتال برودكت ديزاينر يو اكس اي ديزاينر سوفت وير ديزاينر من 2016 ل 2017 وهكذا، كنت بشتغل في قسم ايه، قعدت في خلال السنه دي عملت كذا وكذا 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 وكذا، المين رولز بتاعتي كانت كذا وشويه الشغل اللي انا عملتهم هناك في الفيتشرد ميديا بدلا من ان انا اكتب انا بعمل ايه في الشركه، على عكس مثلا الشركه اللي انا موجود فيها دلوقتي، اللي انا موجود فيها دلوقتي انا بقول انا بشتغل على working on product knowing it's serve more يعني 15 مليون يوزر في different countries، وكاتب انها تشالنج بالنسبه لي ان انا بشتغل في الشركه دي حاليا. انت ممكن تستغلوا الفولنتير اكسبيرينس تحطوه في الاكسبيرينس بتاعكم حاليا لحد ما تبقوا يبقى في شغل فعلا عندكم فتقدروا تنقلوا بعد كده الحاجات دي. طيب انا ممكن اصغر شكلها شويه عشان يظهر لنا حاجات اكتر، ده البوزيشن ده الاديوكيشن، والاديوكيشن برضو ينفع تحط فيه الفيتشر زي انا مثلا في انتراكشن ديزاين فاونديشن هنا خدت السيرتيفيكت وحطيتها،
ده مشروع التخرج والتيم بتاع مشروع التخرج، فانا حاططهم هنا في الكليه. دي اللايسنس والسيرتيفيكت اللي انا حصلت عليها سواء من لينكد ان او انتراكشن ديزاين او ميتشيغان يونيفرسيتي او اي حاجات حصلت عليها اونلاين او اوفلاين، شهادات لايسنس حاجات زي كده تقدر تحطها هنا. الفولنتير اكسبيرينس هنا في السكيلز والاندورسمنت، يعني مثلا انا حاطط ان انا سكيلز بتاعتي انتربرينورشيب، طبعا معمول لي فيها 24 حد عامل لي اندورسمنت. مين ال 24؟ اتنين من كوليجز من المجره عاملين لي، وفي ناس تانية عاملين لي. ممكن لو ضغطت على السكيل نفسها يجيب لي مين اللي عاملين لي ان انا بفهم في الجزئيه بتاعت السكيل دي، زي ما انتم شايفين كده 24 حد مثلا. الاندورسمنت دي يعني عاده ما بيبقاش، طبعا كل ما يكون العدد اكبر كل ما يكون في مصداقيه اكتر، خصوصا لما حد ممكن يجي يضغط عليها، اي حد يقدر يخش عندي يضغط عليها ويشوف مين اللي عامل لي حاجه زي كده، فيتاكد ان هو هل اصحابي بس هم اللي عاملينها لي كمجامله ولا هي كلام حقيقي. بس اللي بيكون اقوى منها جدا هي الريكومنديشن، الريكومنديشن اللي هم الكوليجز او الناس اللي اشتغلت معاهم بيقدم ريكومنديشن هنا. فمثلا زي محمد هو بروجكت كوردينيتور دلوقتي وبزنس اناليسز ليد ات مايندز فور انتجريتد سوليوشن. محمد كان كاتب انا بعمل ايه واشتغلت معاه ازاي واستفدنا من بعض ازاي والكلام ده كله، لو حد دخل بروفايله هيقدر يعرف ان هو حد قوي برضه في مجاله، فلان هو مديني ريكومنديشن فدي بتبقى حاجه قويه جدا، وهكذا. كل دول مثلا اصدقاء اللي انا اشتغلت معاهم. طبعا في البدايه كنت بطلب من اصحابي، يعني في الاول خالص مثلا كان اصدقائي هم اللي بيضيفوا لي ريكومنديشن، لكن بعد كده الوضع مع الوقت، يعني شايفين هنا الريكومنديشن صغير ازاي، مع الوقت بقى والشغل والبوست ايه خلاص الناس كلها بتقدم لك وبتكتب لك والكلام ده كله. يعني انت ممكن بعد المحاضره دي تقدموا ريكومنديشن ليا وتقولوا يعني ان احمد فادنا بطريقه ما وازاي واستفدنا منه ازاي، فهكون شاكر يعني ليكم واقدر اقدم ريكومنديشن لو اشتغلت مع حد وهكذا. دي بتكون فيها مصداقيه كبيره جدا عن اي حاجه تانية، ودي فعلا اللي جابت لي شغل كتير. يعني لان حاجه من الحاجات اللي بتسلم فيها مثلا في الانترفيو ايه نقطه القوه بتاعتك، فانا بقوم قايل ان انا اغلب الديفلوبرز اللي اشتغلت معاهم بيكتبوا عني كلام كويس جدا في الريكومنديشن ان هم ازاي اشتغلت معاهم، فدي نقطه قوه بالنسبه لي فبتكلم عليها لما بكون رايح شركه جديده او حاجه زي كده. هنا كل الكورسز اللي ممكن الواحد يكون خدها، البروجكتس اللي اشتغلت عليها، الاونرز والاوردز، اللانجوج، الاورجانيزيشنز. طبعا يعني انا 10 سنين خبره، يعني 10 سنين خبره في الشغل من خريج 2009، فيعني ما يخدكمش الحاجات الكتير المحطوطه دي، لان دي محطوطه على مدار سنين مش محطوطه مره واحده. نفس الحكايه، انت هتبتدي بحاجات بسيطه واحده واحده، هتبص تلاقيها بتزيد معاك ودايما بتطور في البروفايل. البروفايل ما بيبقاش ثابت على حاجه واحده، دايما بطور فيه مش بسيبه على شكل واحد، يعني دايما دايما بخش اشوف ايه احسن حاجه ممكن اعملها واطور فيه. دي طبعا الانترستس اللي هي الجروبس والصفحات والحاجات اللي بتابعها. تمام، ده بالنسبه للجزء بتاع تظبيط البروفايل. طيب نفتح بقى بروفايل اماني ونشوف كده. كفر كويس، كويس اماني، كاتبه accredited English Arabic translator and content writer. مش من مصر، من فلسطين. كويس، اللوكيشن بتاعها كاتبه اللوكيشن، هي من فلسطين تريتوري وعندها 98 كونكشن. كويس جدا، هي اخر بوزيشن عندها في غزه سكاي جيكس. حلو البروفايل للوهله الاولى كده كويس، وفي صوره بتوضح فعلا الشكل على طول كده انا اتعرفت على اماني، وقدرت ان انا لو محتاج منها شغل عندي ثقه كبيره ان انا ابعت لها فعلا شغل عن طريق المسج بشكل مباشر. احنا مش كونكشن مع بعض، احنا هي من السرد. يعني ايه سرد؟ يعني مفيش ما بيننا ميتشوال، مفيش ما بيننا اي ميتشوال، مفيش خالص ما بيننا. هما
عندها 98 كونكشن بس مفيش اي كونكشن منهم كونكشن معايا، فعشان كده احنا سيرفد. في مسج وفي ان انا ممكن افتح كده واعمل فولو من هنا او كونكت. فولو دي يعني اتابع البوستس بتاعتها لو هي هتنزل بوستس، طبعا مفيش بوستس عندها، في اكتيفيتي بس مفيش بوستس. يعني لو كنت شفت مثلا في البروفايل عندي بكتب مقالات وحاجات تخص المجال او تخص الكارير بروفيشنال بشكل عام عشان تقدر الناس تريكونايز او انها تقدر توصل للبروفايل بتاعي. فمثلا لو جيت هنا كده هتلاقوا في الجزء ده ادي الاكتيفيتي، عندي ارتكلز برضه. فلو شفنا كده سي اول ارتكلز، وفي سي الارتكلز اهي، دي تيبس عشان تقدر ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه او تخشوا على البروفايل عندي تقروا الحاجات اللي فيه. ممكن نفتحه دلوقتي. في 6 حاجات تعملها لما العميل ما يعجبوش تصميم، حاجات تخص المجال، نظره للمستقبل التكنولوجيا مثلا، اهم طريقتين لزياده ابداعك وتنظيمك تنظيمه، learn from other entrepreneurs, freelancer, how to get your work online, 9 tips will make you better leader. يعني كلها حاجات تخص المجال بتاعي بضيفها عشان الناس تقدر توصل للبروفايل بتاعي. طبعا اللي مش عنده articles بيبقى عنده activities بس، اللي هي كل المشاركات اللي هو بيشاركها، اللي هي اللي احنا نعرفها اللي هو الاكتيفيتي او الول اللي موجود في فيسبوك اللي هو النيوز فيد العادي. اللي هو النيوز فيد بتاعنا العادي جدا هتلاقوا اكتر تفاعل ليا يعني مع الاتش ار وناس في الديزاين زي حالاتي. وهكذا شغل المجرة. طبعا بقى في رياكشنز عادي زي فيسبوك، بقى في رياكشنز. نرجع على أماني. حلو جدا في الأباوت، أول كلمة كاتشي جدا يعني خدت نظري جدا وصغيرة. If text is king then I am a queen، يعني هي وضحت بكل بساطة جدا إن هي الكوين، هي الكوين مع التكست. يعني ده أول حاجة أصلا هي قالت إنها content creator، واول كلمه اصلا وضحت لي انها شاطره في الكونتنت رايتر. يعني دي حاجه قويه جدا، حاجه كويسه. مع 4 سنين خبره في ترانسليشن ل 200 ارتكل ريتن. حلو جدا الارقام، الارقام الناس في البيزنس بشكل عام بتحب الارقام، ما بتحبش الحاجه تكون عايمه كده، فدي حلوه. يعني البدايه جدا حلوه، شايفين ما شاء الله يعني ده كده بروفايل قوي. يعني انا من البدايه كده انا لو شخص بدور على كونتنت كرييتور او ترانسليتور، اول ما هشوف الكلام ده اوريدي خلاص هشتغل مع اماني. 4 سنين خبره، عملت اكتر من 200 اوفر اكتر من 200 ارتكل ريتن، كرييتيفيتي وبروفيشنال اكسبيرينس في الترانسليشن، في البروف ريدنج. انا مش عارف دي معناها ايه الصراحه، بس اكيد حاجه تخصوا كلكم. And creative writing through brilliantly writing content. حلو جدا. وشايفين الفقرة دي لوحدها وبعدين فقرة تانية، دي حلو جدا، ما نلزقش الفقرات في بعض عشان نقدر نستفاد فعلا. شكرا يا ماني. التدقيق اللغوي تمام. دي حتة كده اتعلمتها منكم اهو النهاردة وضفت للقاموس بتاعي. ففي I love nothing more than a professional. حلو. Productivity and friendly work relations that satisfy all involved parties. حلو جدا. هنا بتوضح الفيجن بتاعتها بالنسبه للشغل مع الناس والانفايرمنت، ده حلو جدا جدا. يعني هنا وضحت الاول هي خبيره في ايه وبتشتغل في التخصصات بتاعتها ايه، تمام. بعد كده وضحت الفيجن بتاعتها في ناحيه الشغل مع الناس. Always make sure to understand the client vision and aspire to exceed it. حلو. That says if you want your work to be done perfectly. حلو جدا. بعد الكلام الحلو ده اللي هم الحبه اللي في الاول دول كده الجزء ده كده
قامت على طول عامله كول تو اكشن، يعني كول تو اكشن رهيب، اللي هو انت لو عايز بقى نشتغل مع بعض، عايز الشغل بتاعك يتعمل كويس وعايزني اساعدك، انا I will meet your expectation for sure. You can reach me والايميل. حلو جدا جدا يعني. وبعد كده شكر في الاخر. لا يعني ما شاء الله، ده كده السمري ده جميل جدا ومختصر وتو ذا بوينت يعني. لا ما شاء الله يعني، ده كده حاجه كويسه جدا يعني. انا هحاول اعمل عندي في السمري بتاعي حته زي الكول تو اكشن ده يعني. انا هحاول اظبط عندي ان لو انت عايز تبني برودكت او عايز عندك فكره تطبيق او حاجه، ازاي تقدر اقدر اساعدك فيها، وانا اتعلمت من الجزئيه دي يعني ما شاء الله يعني. بعد كده الاكتيفيتيز اللي هي بتعملها، الكومنتس بتاعتها، اللايكس، الحاجات دي كلها ممكن اعمل سي اول واقدر اشوفها. بعد كده الاكسبيرينس، تشتغل اكسبرت فريلانسر في جازا سكاي جيكس من 2018 لدلوقتي. لا يكون احسن بقى يعني، لو انت زي ما كتبتي كده في السمري هنا، تكتبي سمري خاص بكل بوزيشن من البوزيشنز دول. يعني في اكسبرت، انت اكسبرت فريلانسر، ممكن تكتبي شويه كلام في السمري بتاع الوظيفه دي نفسها يعني، ده هيبقى مفيد جدا هنا. بروفيشنال ترانسليتور في اب وورك، برضو لو تكتبي هنا انت وصلتي زي ما كاتبه انت 200 ارتكل مثلا ريتن هنا، ممكن تقولي انت في اب وورك قدرتي توصلي لكام رقم، ولو مش حابه تكتبي ارقام ممكن تكتبي اكتر ايه اللي بتقدميه هناك، او كام حاجه نجحت معاكي هناك. فريلانسر برضو رايتر هنا ممكن تكتبيها، تكتبي سمري. السمري مع الاكسبيرينس بيكون قوي جدا. ويا سلام لو ارتكل من الارتكلز بتاعتك او الكونتنت اللي انت كتبتيه يكون محطوط هنا كفيتشرد ايتم او كفيتشرد ميديا، يكون كصوره او كفيديو او ايا كان الحاجه اللي عملتيها، ممكن تتحط كفيتشرد ميديا مع الاجزاء دي، فهتبقى حلوه جدا وهتقوي البروفايل اكتر واكتر كمان. خصوصا ان هو لحد دلوقتي ما شاء الله كويس جدا. الاديوكيشن، هو الاي يو جي تقريبا ملهاش صفحه على اللينكد ان، فعشان كده مش ظاهر لها لوجو زي الشركات ما ظاهر لها، وزي جازا سكاي جيجز ما هي صفحه وظاهر لها اللوجو بتاعها، لان هي صفحه، فممكن اجي افتحها كده في صفحه تانيه عشان اعمل لها فولو مثلا او اتابع الصفحه دي. ادي غزه سكاي جيكس، تمام. ممكن اعمل فولو كده عشان اقدر اتابع التفاصيل الخاصه بيه، اقدر اتابع يعني كل الابديتس اللي بتيجي من غزه سكاي جيكس. هم عندهم 3173، انا 73 زياده عندهم اهو، تمام. نرجع كده للبروفايل. برضه في الاديوكيشن، لو تقولي هنا في خلال 2008 2012، في خلال المده دي هل في اكتيفيتيز كانت تبع الجامعه اشتركت فيها، انشطه تطوعيه، حاجات زي كده. بعد كده السكيلز، Arabic رايتنج، انجلش برودكت ترانسليشن، بروف ريدنج كويس جدا، وهكذا بقى باقي الحاجات. editing، في حاجات تتعلق بالاندستري زي الداتا انتري، الايديتنج، كريتيف رايتنج، في اذر سكيلز زي كده. وفي ناس عاملين اندورسمنت، طبعا بينفعوا السكيلز دي كلها، تقدروا ترتبوها باي ترتيب انتوا عايزينه يعني، تقدروا تلعبوا في الترتيب بتاعها، مش شرط. ممكن الحاجه اللي هي فريندلي اس اي او كونتنت دي، ممكن عشان هي لو هي ثلاثه بس هم اللي عاملين اندورسمنت فيها عادي، مفيش مشكله، ممكن تطلع فوق. بترتبوها زي ما انتوا عايزين، ملهاش علاقه خالص بالحاجه فيها يعني حد عامل اندورسمنت كتير ولا لا. بعد كده الانترست، اللي هي كل الجروبز والصفحات اللي هي بتتابعها زي هارفارد بزنس وزي الحاجات التانيه يعني. ممكن لو عملنا سي اول كده، هي بتتابع فادي غندور مثلا كانفلونسر، كومبانيز بتتابع كل الكومبانيز دول، أميد إيست طبعا عشان يختص بالمجال بتاعكم كترانسليتور، وهكذا. تمام، في جروبس مثلا اللي موجوده فيها أماني، اعتقد انا مش في جروب منهم، تمام. اعتقد في حاجه بيبقى في حاجه بتقربنا يعني. ممكن الكومبانيز هنا، انا لسه عامل انا عامل فولوينج مثلا لاميد ايست، عشان كده احنا سيلد كونكشن، لان انا عامل لاميد ايست فولوينج، فاحنا بيبقى في حاجه بتجمع كل شخص والتاني، ممكن يبداوا منها شغل مع بعض، يبداوا منها علاقه بروفيشنال
يقدروا يستفادوا منها مع بعض. لا ما شاء الله البروفايل حلو جدا، محتاج بس يتزود فيه اكتر يعني. في اكيد كورسز انت خدتيها تقدري تضيفيها هنا، اكيد في سيرتيفيكت حصلتي عليها في اللغات او حاجه تقدري تضيفيها برضو في البروفايل، تبقى حاجه قويه جدا لو قدرت تظبطي حاجه زي كده. اعتقد انتوا يعني فهمتوا دلوقتي تظبيط البروفايل نفسه بقى عامل ازاي، يعني ما بقى ممكن الاجزاء بتاعته تبقى عامله ازاي، يعني في سيرتيفيكت زي كده، في الفولنتير اكسبيرينس زي كده، في ريكومنديشن للناس اللي اشتغلت معاهم وهكذا، كذلك عندي الانترست بتاعتي. ده بالنسبة لتظبيط البروفايل. وزي ما قلت لكم بالنسبة للكونكشن، انا بعمل استراتيجي ان انا او مصطفى قبل الكونكشن اهو، اللي انا كنت لسه معاكم بعت له الكونكشن وكتبت له مسج كده سريعه. طبعا لما تبعت كونكشن لاي حد تبعت له مسج، ما تبقاش كده كونكشن عايم مش عارف اي حاجه. هنا في بيبل يو مين يو ماي هاف وركد ويز، لان اكيد دول في شركات زي ما انا شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها. هنا سكول الماني، يعني ناس من الجامعه اللي انا متخرج منها متخرجين من نفس الجامعه، فبيجيبهم لي برضو هنا. هنا more suggestion for you من people groups، ممكن يقترح عليك groups معينة تقدر تخش فيها، يقترح عليك pages معينة تعمل لها follow. حلو، انا عايز اقول web flow عايز اتابعه، عايز اتابع design boot UI UX tool عايز اتابعهم، عايز اتابع top total designers. حلو جدا، تختار اللي انت تتابعه عشان الحاجات دي تظهر الاكتيفيتيز بتاعتها عندك. عايز تتابع اي اكس دي اي طبعا عشان يبدا يطلع لي كل الحاجات بتاعتهم في الهوم عندي. طيب لو جيت نرجع الهوم كده، نرجع الهوم، ادي الهوم بتاعي مثلا. احنا شفنا ماي نتورك هنا في الهوم، معايا مثلا ساره من اي كوميرس سامت، بعتت مسج، بعتت ايميل لسامح ساويرس في خلال 24 ساعه كان رادد عليها، وهي هنا بتتكلم عن الكيس دي. شايفين البوستس اللي بتقدروا تصنعوها بالشكل ده بسيطه ازاي وسلسه؟ فاقدر اتفاعل انا مع البوست ده بكل بساطه كده، زي ما بتتفاعل في kindly stay humble and adorable the whole stuff is already. انا بدي محاضرة بس، بدي محاضرة. ففي عندنا بقى كمان النوتيفيكيشن، ادي مصطفى دخل شاف البروفايل بتاعي. في ناس عندهم وظائف جديده، يعني مثلا في سعيد هنا، انا احب اخش سعيد. في طبعا ممكن تعمل سي كونجريتس هنا تتبعت كمسج، بس انا ممكن احب اخش على البوست نفسه وابدا ابتدي اعمل له سبريت ونبتدي. سعيد ممكن كده، كل التفاعل ده بيقدر يضيف لك ان انت تظهر في البروفايلات عندنا. طيب احنا شفنا النوتيفيكيشن، شفنا الماي نتورك، شفنا الماي نتورك، طبعا عندك المسجز عادي برضه تقدر تشوفها. عندكم الجوبز تقدروا تبحثوا في الوظائف اللي انتوا عايزينها. انا مثلا بدور على سينيور يوزر انترفيس ديزاينر في المانيا، وفاتح النوتيفيكيشن بتاعها،
اللي هي الجوب اليرت ده، عشان يقدر يبعت لي كل الوظائف اللي ممكنة في برلين في ألمانيا في السينيور يوزر انترفيس ديزاينر، يبعت لي نوتيفيكيشن بيه عشان لو اقدم في حاجات زي كده. نرجع لهم. طيب اجيب لكم بقى في ممكن البوست بتاعتي من هنا، نجيب البروفايل. نجيب مثلا الاكتيفيتيز واجيب البوستس بتاعتي اللي انا بشارك بيها في لينكدين، يعني اخر بوست مثلا كنت مشارك تقرير وظائف المستقبل، كنت مشارك بوستس للناس في، كنت فترة ما كنت عامل كامبين كده اللي هو اللي هي المورنينج بتاع الصبح، ان اكتب شويه رسائل كده معينه انا اتعلمتها زي كده. يمكن اول واحده هي اللي جابت عدد كبير زي دي، جابت تفاعل كبير، وصلت ل 4000 حد تقريبا، 3998 حد، والناس بترد وتتفاعل معايا. تقدروا تعملوا كل الكلام ده، بيقوي من البروفايل ويخليه لما الناس تعمل بحث عني ابدا اظهر لهم فعلا. يعني عندي 6440 فولور، ببدأ أكتب الحاجات دي عشان تقدر توصل للناس. دي كان بعد الرجوع من العيد تقريبا للشغل، فكان الناس كانت تفتح لينكدين بشكل كبير. بس لحد كده يعني هو إيه الجزئية بتاعت الخاصة بلينكدين نفسه. يعني ها كام حد لسه فاضل معانا وحابين تسألوا أسئلة خاصة بالجزئية اللي اتكلمنا فيها دي؟ ازاي بنضيف الميديا فيتشر؟ طيب اوكي لحظة. بكل بساطة من البروفايل. بروح على البوزيشن او الحاجة اللي انا عايز اعدل فيها اضيف ليها، يعني مثلا زي اي تي جي هنا دي، فاقوم عامل ايديت كده. وهنزل هنا كده. ومن هنا هعمل لينك او اعمل ابلود. هنجرب مع بعض اضيف لينك. اضيف لينك الويب سايت بتاع الشركه ITG. com. واعمل ادد. يبدا يجيب لي في صوره هتيجي رئيسيه وشويه الكلام معاها وفيها الصوره ولا لا، وليكن نعتقد يعني ان هو جاب صوره، هو ما جابهاش اوتوماتيك، فنقول ابلاي كده. ضاف اول واحده. ممكن اضيف واحده ثانيه، ممكن نجرب نضيف اي حاجه ثانيه زي مثلا ممكن اضيف حاجه من البرودكت اللي انا عملتها مثلا، اجيب جوجل بلاي اضيف تطبيق من اللي انا عملته. فممكن الأفكار القرآنية، قرآنك، صوت من الابلكيشن اهو. فهجيب اللينك ده كده، ده تطبيق أنا عملته، فهجيبه مثلا وأضيف اللينك بتاعه هنا. طبعا ينفع ترفع فايلات تانية مش لازم بس لينك، فأنا هضيف اللينك ده وأعمل أد كده. بدأ يجيب صورة منه، وجاب اسم العنوان بتاعه والديسكريبشن بتاعه، واعمل ابلاي واعمل سيف. نعمل ريفرش.
بس زي كده تمام كده من اتضاف اهو الفيتشرد ميديا زي ما ممكن نرفع صور زي ما وهكذا. تمام. طيب حاجة من الحاجات القوية جدا برضو اللي هي تقدروا تظبطوا بيها الدنيا هنا جدا انك تروح للجروبس وتشترك فيها. ممكن نروح كده دي الجروبس اللي انا مشترك فيها. فحتى لو في المجال بتاعك مش موجود حاجة بالعربي ممكن تعملوا انتوا حاجة بالعربي زي ما احنا عملنا هنا كده. ده جروب خاص باللي بيشتغلوا في اليو اكس واليو اي زي جروب في الفيسبوك بالظبط. محمود صديقي ولا عنه اهو. نقدر تشاركوا بقى كل الحاجات مع بعض الوظائف الشغل بتاعكم والحاجات دي كلها وهكذا. فبتقدر بكل بساطة من الجنب هنا في الشمال زي ما احنا شايفين في الهوم في الهوم عادي كده بلاقي عندي آخر إحصائيات ليا بعدين يليها الصفحات مثلا اللي انا عاملها الشركات بتاعتي وكده بعد كده يليها الجروبس اللي انا مشترك فيها ادي جروب وادي جروب وده هاشتاج هاشتاج جروب دي جروبس اهي اللي انا بشارك فيها بشكل دائم ودي الهاشتاج اللي انا بشارك فتقدر تروح لكل الحاجات دي بشكل سريع. طبعا عندنا نيوز فيد اللي تقدر تتابع الدنيا فيه وتستفاد منه وتشارك الناس. تشارك الناس وتقدر تتفاعل معاها بكل بساطة. كل ده هيقوي من البروفايل بشكل كبير. طيب أعتقد إحنا كده في الجزئية دي يعني خلاص. في أي أسئلة تخص لينكدين نفسه؟ اعتقد كده هتقدروا ان شاء الله تعالى ان انتوا تظبطوا البروفايل قوي جدا وتقدروا تتفاعلوا بشكل كبير جدا مع الناس كلها وتعملوا وتبني كونكشن بشكل كبير وتلاقوا فرص اللي انتوا بتتمنوها على الموقع يعني باذن الله. في اي اسئله في اللي فات؟ طيب هو احنا يعتبر كده يعني خلاص خلصنا الجزئيه الخاصه بلينكد ان وتظبيط البروفايل بتاعه وازاي نبدا عليه وازاي فعلا نعمل شغل عليه. يعني لو اي حد محتاج اسئله بعد كده ممكن يبقى يبعت ان شاء الله. بعد كده في شويه تيبس وتريكس بقى زي هاكس كده نعملها عشان تنظم لنا الدنيا في الانترنت. الفرق بين المكتب اللي في اليمين والمكتب اللي في الشمال هي شويه هاكس كده بنقدر نظبطها زي ان انت من البدايه تورجنايز الدنيا وتكون مرتبها ومنظمها زي ان انت تستخدم في فيسبوك يعني او في تويتر او في اي سوشيال ميديا بتستخدمها ان انت تكون منظم الدنيا بشكل ما في الجروبس الناس سواء صفحات او اصدقاء او الناس اللي انت بتقبلهم فتبقى الدنيا سلسه بالنسبه لك مش بهدله زي التانية.
طول ما انت عارف كل ورقة هتتحط فين وكل حاجة هتقدر ترتبها فين من البداية، كل ما انت تكون منظم ومش هتوه في الدنيا. طول ما انت مش عارف الحاجة اصلا ومش مش مخصص، طول ما انت هتوه. نفس الحكاية في السوشيال ميديا، لما تكون عارف الدنيا ومظبطها ومرتبها. الجزئية الكبيرة اللي احنا مش بنتوه فيها جدا هي تنظيم الوقت. عشان كده في تول مهمة جدا اسمها ريسك تايم. ريسك تايم ده بيختص بان هو بيشوف كل الاكتيفيتيز بتاعتك، كل الديفايسز اللي انت بتستخدمها، ويحسب لك انت بتستخدم الدنيا هنا ازاي في كل حاجة من الحاجات، ويبدأ يجمع لي زي اليوم بتاعي مثلا، انا صرفت وقتي كله في خلال اليوم في حاجات عاملة ازاي. وليكن انا في اليوم ده دخلت على الديفايسز بتاعتي كلها 12 ساعة و30 دقيقة، منهم 49% كان في الديزاين كومبوجن، 22% في السوشيال. فأي حاجة بالأحمر هي دي حاجات ديستراكشن أو حاجات ملهية ومش مفيدة، أي حاجة بالأزرق دي الحاجات البرودكتيفيتي. وبعدين بيجيب لي البرودكتيفيتي بلس بتاعي أو البالس أو البرودكتيفيتي بالس أو النسبة بتاعة البرودكتيفيتي بتاعتي خلال اليوم، صرفت وقتي أكتر في حاجات زي إيه. كل اللي هنعمله إن إحنا ننزل التطبيق ده ونسطبه على الأجهزة بتاعتنا بأكاونت واحد فور فري عادي، وهو لوحده هيتراك ويبعت لي التقارير دي زي ما هو بيبعت على الايميل، ملخص ممكن للاسبوع، ملخص لليوم، كل حد على حسب ما هو حابب يتبعت له ازاي. تقدر تعمل تارجتس او جولز كده تقدر تظبطها، زي ان انت مش حابب تلعب اكتر من ساعه، حابب تشتغل اكتر من 4 ساعات في حاجه معينه، وهكذا. كذلك دلوقتي فيسبوك وانستجرام وكل السوشيال ميديا دي بقت بتوفر لنا دلوقتي حاجه اسمها يور تايم، عشان تقدر تعرف انت صرفت وقتك قد ايه على السوشيال ميديا دي. الزتونه اللي في الاخر ان اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا بنعمل فيها 3 حاجات: بنتعلم وبعدين نبدا ونمارس. من ال3 حاجات دول بيبدا يبقى موجود عندنا الاكسبيرينس. يعني لازم اعرف الحاجه الاول بعدين ابتدي فيها. خطوة البداية بتكون مهمة، إن أنت طبعا زي ما اتعلمت كده خلاص محتاج بقى تدخل وتضغط على نفسك على أول سلمتين أو أول كام يوم بتستخدم فيهم الحاجة اللي أنت لسه مش عندك فيها موتيفيشن، عشان تقدر تبراكتس الحاجة دي، عشان تقدر يبقى عندك اكسبيرينس فيها. دي يعني تعتبر الزتونة بتاعت الموضوع. وما ننساش آخر حاجة خالص، ننساش خالص خالص إن شبكة علاقاتك هي المستقبل بتاعك، هي اللي بتبني المستقبل فعلا. اللي حضر المحاضرة بتاعت القصص كان فيها حاجات كتير تخص الجزئية دي. حضر الجزئية بتاعت القصص ففهم الجزئية دي جدا. لحد هنا يعني خلاص. انا يعتبر يعني ايه خلصت. ف حد عنده اي اسئله؟ اعتقد الغالبيه سابونا في اثناء المحاضره عشان طولنا عن الوقت بتاعنا، بس ان شاء الله يعني لو اي حد احتاج اي حاجه بعدين اجيب لكم وسائل التواصل. طبعا انا مشارك معاكم كده كده البرزنتيشن ده، فانتوا هتلاقوا فيه الباركود ده بيفتح على طول، بيفتح على طول التواصل معايا، او ممكن الموقع بتاعي لو حابين تتواصلوا معايا بشكل مباشر. طيب اماني، انت بتسالي على الداشبورد. طب ما هي الداشبورد دي بتظهر لصاحب الاكونت، مش بتظهر لحد تاني. يعني الداشبورد دي تظهر لصاحب الاكونت. يعني مثلا اجيب عندنا ده الاكونت بتاعي بكل بساطه. طبعا الداشبورد بيجي لي منها ببساطه هنا في الجنب، او ممكن افتح كده بروفايل بيبدا يجي لي يور داشبورد برايفت فيو. يعني دي بتكون ليا انا لوحدي فقط. دي اكيد هتلاقيها عندك في لما تروحي في ماي اللي هو البروفايل فيو بروفايل كده، تقدري تلاقي الداشبورد، تلاقي كام حد شاف البروفايل، كام حد عمل شاف البوستس. طبعا انت عندك
عندك اكتيفيتيز بس ما عندكش بوستس او ما عندكش ارتكلز، ممكن تبقي تكتبي ارتكلز بالمجال بتاعك عشان تقدر تقوي البروفايل اكتر. في سيرش ابيرنس برضو دي بتظهر، في حاجه اسمها كارير ادفايس وفي حاجه اسمها كارير انترست، انا الاثنين فاتحهم عامل لهم اون. بس يعني هو ده بكل بساطه، وهنا عامل لي اول ستار يعني انا كده مقفل البروفايل. ممكن لو حابه تسالي في حاجه تحديدا ممكن تبقي تاخدي سكرين شوت من الجزئيه اللي انت حابه تسالي بيها وتبعتيها لي، وانا ارد عليكي في الاستفسار الخاص بيها يعني. على جروب الواتساب، على الجروب او بشكل مباشر ليا على الواتساب على طول. طيب انا شكرا لحضورك يا ماني لحد الاخر، شكرا للي حضروا معانا، سواء ندى او ساره او الناس اللي كانت موجوده وطلعت من ال طلعت معانا. اي حد حابب ان شاء الله يتواصل معايا في اي وقت ممكن يبعت لي، وان شاء الله اقدر ارد عليه في اي استفسارات تخصكم. الباركود ده سكاني بس كاميرا الموبايل، لو فتحتي على الباركود ده بيبدا يجيب الكونتاكت بتاعتي كلها بالكامل، واعتقد هي موجوده معاكم يعني في الواتساب جروب، مش محتاجين نعمل سكان للباركود، بس كده كده الباركود موجود معاكم في الفايل البرزنتيشن فممكن تستخدموه. شكرا جزيلا، وان شاء الله لو في لينا ميعاد نتقابل تاني في محاضره جايه هبقى ابعت لكم برضو باذن الله على الجروب الخاص بينا على الواتساب. وشكرا جزيلا، واشوفكم على خير باذن الله.